يقول: هل منطقة عذاب قوم لوط هي البحر هل منطقة عذاب قوم لوط هي البحر الميت، وهل يجوز أن يتداوى الشخص بماء البحر أو تربته؟ بالنسبة للمكان يكاد يكون محل إجماع عند الإخباريين وعلماء التفسير وأيضا علماء السير أن سدوم هذه منطقة الأردن، منطقة الأردن، لكن هل منطقة العذاب هي البحر الميت؟ قال بهذا كثير من العلماء، لكن ما عندنا نص يمكن أن يجزم به على أن والله مناطق أو قرى قوم لوط هي منطقة البحر الميت. الله أعلم. صحيح البحر الميت يختلف عن بقية المياه من بسبب شدة الملوحة. ملوحة البحر الميت شديدة، وأظن لا يعيش فيه شيء من حيوانات البحر، لكن ما نستطيع الجزم لأنه ما عندنا نص عليه. يجوز السباحة، يجوز مثلا أخذ شيء من تربة البحر، ما في من حيث الأصل يعني، لكن بشرط أن لا يكون هناك اعتقاد من وراء الأسباب يعني أخذ هذا الشيء مثلا. لكن السباحة فيه مثلا أخذ شيء من تربته إذا كان والله مجرب أنه مثلا يداوي أو فيه مثلا شيء علاج للأشياء الجلدية مثلا، بشرط أن لا يكون هناك اعتقاد مصحوب على أن والله الأخذ منه لأن هذه المنطقة تحديدا أو شيء، لا ما يجوز مثل هذا الاعتقاد.